شفنا ترتيب والجمع، الان غادي نشوفوا شنو هما الحالات اللي كيكون عندنا في الضرب اذا انتبهوا. اذا بالنسبه للخاصيه عندنا اربعه ديال الحالات، لاحظوا اذا كان ا و بي و سي طبعا اعداد حقيقيه، اذا كان ا اصغر او يساوي من بي و سي اكبر قطعا من الصفر فان ا في السي اصغر او يساوي بي في سي. لاحظوا ان ا اصغر من بي فان ا في سي يساوي بي اصغر من بي في سي. نعطيو مثال، لدينا ا اصغر من بي، اذا خديت انا مثال 6 اصغر من 9، اذا اختاريت سي اكبر من الصفر. ما معنى سي اكبر من الصفر؟ عدد موجب اكبر قطعا من الصفر. اذا اعطوني عدد موجب مثلا 2، اذا 2 لاحظوا مزيان انه اذا ضربت هنا في 2 وضربت هذا الطرف في 2 ماذا ساحصل؟ ساحصل على 12 و 18. سيظل الرمز كما هو اصغر، اذا الرمز ديالي غادي يبقى اصغر، كيحتفظ بنفس الرمز ديالو ونفس الترتيب الى ضربنا في نفس العدد في كلا الطرفين، وهذا العدد خصو يكون موجب. نشوفوا الان اذا كان عدد سالب، غنخدمو بنفس المثال. اذا كان ا اصغر او يساوي بي و سي اصغر قطعا من الصفر، يعني عدد سالب، كيفاش غادي تكون الحاله؟ ناخذ نفس المثال، اذا 6 اصغر من 9، لاحظوا 6 اصغر من 9، اذا اعطيني عدد سالب يمكن لي نضرب فيه كلا الطرفين ونشوفوا النتيجه. اذا عدد سالب شنو اللي يمكن يكون؟ ناخذ ناقص 2، اذا 6 لاحظوا في ناقص 2 هي ناقص 12، و 9 في ناقص 2 هي ناقص 18. لاحظوا في هذه الحاله الرمز كيتقلب، علاش؟ حيت في الاعداد السالبه كنقارنوا بالعكس، يعني هنايا ناقص 12 هذه تولي اكبر من ناقص 18. هادشي راه شفتوا في الاعداد السالبه، اذا كانت 2 اكبر من 3 فناقص 2، عفوا اذا كانت 2 اصغر من 3 فناقص 2 بالضروره ستكون اكبر من ناقص 3، وبالتالي الرمز كيتقلب. داكشي علاش تقلب لينا الرمز هنا رغم انه ا اصغر من بي، اذا في الاعداد السالبه كنقلبوا الرمز. اذا هنا قال لك اذا كان ا مضروبه في سي اصغر او يساوي بي مضروبه في سي و سي اكبر من صفر فان ا اصغر من بي. رجعوا لكم بالعكس كيفاش؟ اذا غنفهمكم، ناخذ مثال عن 6 نيتو 9، لدينا 6 اصغر من 9، وانتبهوا مزيان نقدروا نشوفوا ان 6 هي 2 في 3 و 9 هي 3 في 3. اذا لاحظوا معايا مزيان 3 3، اذا لاحظوا بما ان 6 هي 2 في 3 و 9 هي 3 في 3 يمكن الاستنتاج انه الى بحال الى اختزلنا على 3، لاحظوا شنو يطرى لنا، غيبان لنا ان 2 اصغر من 3، يعني يمكن الاستنتاج من هنا الى لقينا قاسم مشترك وخرجناه منه، لاحظوا انه ذاك العدد اللي كيبقى لي هنا وهنا، فكذلك المقارنه ستظل صحيحه. ولكن نفترض هنايا في الحاله الرابعه اذا كان عندي سالب مثلا، لاحظوا مثلا غناخذوا ناقص 6 وناخذوا ناقص 9، اذا ناخذوا اصغر باش ما يتخلخش، ولا نخليو نيت هكا ناقص 6 اصغر من ناقص 9 اكبر. إذا حنا كنعرفوا أن ناقص 6 أكبر من ناقص 9 في الأعداد السالبة العكس. إذا لاحظوا شوفوا أشنو كيطرى، ناقص 6 ما هي؟ هي 2 في ناقص 3 ثم ناقص 9 هي 3 في ناقص 3، وبالتالي لاحظوا هنايا مزيان أنه في الأعداد السالبة ملي كنحيدوه كيطرى العكس، اذا كتولي ليا 2 نعم، اذا عفوا هنايا الرمز كاين اكبر، اذا 2 مضروبه في ناقص 3 اكبر من 3 في ناقص 3. كنبقاو نحتفظوا فقط فككنا هاد الطرفين،
اذا لاحظوا هنا اشنو كيطرى ملي كنبغي نتخلص من هاد ناقص 3 وناقص 3 ما كنخليش الرمز هو هو، اذا كيتقلب كيولي هكا. علاش؟ لانه في دائما ملي كيكون عندي اعداد سالبه كنحظي في عمليه الضرب انني نقلب الرمز، لانه ما يمكنش طبعا تكون اثنان اكبر من 3. اذا الحاجه الوحيده اللي خاصكم تنتبهوا ليها هنايا ان الجمع والطرح ماشي بحال الضرب والقسمه. بالنسبه للجمع والطرح سواء كانت الاعداد سالبه او موجبه، ملي كنبغيو نزيدوا عدد سالب ولا كنطرحوا عدد سالب كيبقى نفس الرمز هو هو، ولكن بالنسبه للضرب لا. اذا كان العدد الموجب ضربتي في عدد موجب ضربتي في عدد موجب كيبقى الرمز اللي كتحافظ عليه هو هو. لاحظ هنا ضربت في اثنان ضربت هنا في اثنان في اثنان بقى الرمز هو. اذا ضربت في عدد سالب كيتقلب الرمز. نفس الشيء اذا بغينا نخرجوا منه يعني نفككوه، اذا فككناه وكان جداء عددين موجبين وتخلصنا من عدد موجب عدد موجب كيبقى نفس الرمز، ولكن اذا كان عدد سالب مضروب في عدد موجب وتخلصنا من عدد سالب كيتغير ليا الرمز. سترون ذلك في التمارين. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفقره، ننتقل الى الفقره المواليه. الان غادي نشوفوا خاصيه اخرى في الترتيب والضرب، نفس الخاصيه اللي شفناها في الجمع، اذا هي مماثله. لاحظوا اذا كان ا و بي و سي و دي اعداد حقيقيه، اعداد حقيقيه و أ أصغر من ب و س أصغر من د، فبالضرورة أ مضروبة في س يعني جداء هادو جداء الطرف الأول أصغر من جداء الطرف الثاني. نفس المثال غادي نديروه عاوتاني في اثنان أصغر من أربعة و ثلاثة أصغر من خمسة. كنلاحظوا أن اثنان في ثلاثة ستة، خمسة في أربعة عشرون، ثم ستة أصغر قطعا من 20 يعني الجداء ديالو اصغر من الجداء الثاني. هذا المثال ما كيعنيش القاعده، هو جزء من القاعده. ما عمرنا حنا كنبنيو القاعده من مثال واحد، حنا فقط كنعطيكم مثال باعداد بسيطه باش تقدروا هذه القاعده تخيلوها. الناس اللي كيعانوا صعوبات انهم يفهموا القاعده من الحروف ولكن يقدروا يفهموها من اعداد بسيطه. مزيان، اذا الان غادي نشوفوا تمرين. نعتبر اكس واي عددان حقيقيين بحيث اكس اصغر قطعا من 5 جذر مربع 3 واي اصغر من جذر مربع 9. اذا هنايا باين ان اكس واي 5 ايضا اصغر قطعا من 15 جذر مربع 3. اذا نفس الشيء كتقول لدينا نعم اكس أصغر قطعا من 5 جذر مربع 3، Y أصغر قطعا من جذر مربع 9. إذا وكنبداو نشوفوا واحد الطرف وكنشوفوا واش الطرف الآخر غادي يخرج لنا هذا الشيء. إذا لاحظوا معايا مزيان أن إكس مضروبة في Y أصغر من 5 مضروبة في جذر مربع 3 مضروبة في جذر مربع 9. مزيان، إذا اكس واي لاحظ ان جذر مربع 9 هي نفسها 3 لان 3 في 3 تساوي 9، اذا جذر مربع 9 هو 3. ثم كنعزل هذا الاعداد اللي ما فيهمش الجذور على الجانب وكنخلي الجذر في الجانب الاخر، يعني 5 في 3 في جذر مربع 3، اذا الضرب راه تبادلي. اذا اكس واي 5 في 3 15 جذر مربع 3 هو نفس اللي حصلت عليه. اذا هذه بينت البرهان انطلاقا من قاعده الجداء. مازال لاحظوا ان ترتيب العمليات كاين بزاف القواعد هنا كيجي التامل، يعني كنشوف واش غنخدم بالجمع ولا غنخدم بالضرب، هنا ضروري ننتبه لهذ الاشياء هذه. اذا هنايا هذه الفقره ديال الترتيب والضرب شفناها، غادي نشوفوا الان الحاله ديال المقلوب. إذا هنا ما زلنا في سلسلة من القواعد المهمة في الترتيب والعمليات، غادي نشوفوا الترتيب والمقلوب. إذا كان أ بعددين حقيقيين موجبان قطعا، إذا كان أ أصغر من ب فإن واحد على أ و واحد على ب أش غيوقع لهم؟ إذا انتبهوا مزيان. بالنسبة للأمثلة، إذا كانت لدي اثنان وأربعة، غنبقى دائما نعطيكم اثنان وأربعة حتى تفهموا مزيان هذه الأمثلة. اثنان أصغر قطعا من أربعة، فما واحد على اثنان وواحد على أربعة؟ واش غادي يبقى الرمز هكذا بنظركم؟ إذا طبعا لا، هذه يولي العكس، هذه يولي أكبر. علاش؟ واحد على اثنان تساوي 0.5،
واحد على أربعة تساوي 0.25. كنلاحظوا أن 0 ونص أكبر من 0.25. لاحظوا أنه بالنسبة للأعداد الكسرية وقت ما كان المقام صغير وقت ما كان العدد الكسري كله كبير، هذا هو اللي كيميز العدد الكسري هنا. وداك الشيء علاش ملي كتكون عندي أ أصغر من بي فبالنسبة للمقلوب ديالهم كتولي واحد على أ أكبر من واحد على ب. نفس الشيء هنا، إذا كانت واحد على أ أكبر أو يساوي من واحد على ب فإن أ أصغر من ب أو يساوي، حيت هنا خدمنا بأصغر أو يساوي، ولكن ملي تكون عندنا شي حاجة واضحة هنا لا طبعا إن لا أصغر قطعا من 4. نتمنوا أنه تكونوا استفدتوا معنا هذه المرحلة. ننتقل إلى المرحلة الموالية، إذا المحور الموالي. نعم، إذا الآن غادي نشوفوا المحور ديال الترتيب والمربع. إذا غادي تشوفوا هنايا أ و ب عددان حقيقيان موجبان، إذا كان أ أصغر من ب فإن أ أس 2 أصغر أو يساوي ب أس 2، إذا كان أ أس 2 أصغر أو يساوي من ب أس 2 فإن أ أصغر أو يساوي من ب. إذا مثال بسيط 2 و 4. إذا كنلاحظوا أن 2 أصغر من 4 فإن، لاحظوا 2 أس 2 و 4 أس 2، كنلاحظوا أن 2 أس 2 هي 4، 4 أس 2 16، وكيبقى ليا ناقص الرمز ديال أصغر. إذا في هذه الحالة الشرط هو خص يكونوا موجبان، إذا هنايا باش يبقى محافظ ليا على نفس الإشارة في أس 2. إذا ما الذي يحدث إذا كان لدي عددان سالبان؟ إذا كان لدي عددان سالبان، إذا أبسط مثال عندما يكون لدي أ و ب عددان حقيقيان سالبان كيكون العكس. إذا كانت أ أصغر أو يساوي ب فإن أ أس 2 ب أس 2 كتولي أكبر، وهنايا أ أس 2 أصغر يساوي ب أس 2 فإن أ غادي تكون أكبر من ب، إذا كتولي العكس هنايا، مفهوم؟ إذا هنايا علاش كيولي العكس؟ غناخدو مثال ديال ناقص 2 مع ناقص 4، كلشينا كنعرفو أن ناقص 2 أكبر من ناقص 4 حيت في الأعداد السالبة كيكون عندي العكس، مزيان، ولكن إذا درنا أس 2 كيولي ليا عدد موجب مربع، إذا ناقص 2 أس 2 هي 4 وناقص 4 أس 2 16، لاحظوا أن 4 و 16 كيولي 4 أصغر، هنا كيولي عندي الأعداد موجبة، داكشي علاش ملي كيكونوا عندي عددين سالبين وكندير المربع ديالهم كيولي عندي عددان موجبان، وبالتالي خصو يرجع الرمز مقلوب على عكس الرمز الاول. كذلك العكس عاوتاني، اذا كانت ا 4 اصغر من 16 يمكن الاستنتاج ان ناقص 2 اكبر من ناقص 4. مزيان، اذا هاد القواعد كلها ديال هاد القاعده ديال المربع باش نفعل، انا اعطيكم مثال. اذا قد يتصادف انه يقول لك نعم قارن 2 جذر مربع 3 مع جذر مربع 5. مزيان، إذا عطاك هو هاد المقارنة بين هذين العددين، أول حاجة كنتفكرو هنا هي تلك القاعدة الأولى اللي شفناها ديال فرق العددين أ ناقص ب. مزيان، ملي كنديرو الفرق غادي نديرو الفرق ديال العدد الأول ناقص العدد الثاني كنشوفو إذا كان موجب فالعدد الأول أكبر من العدد الثاني، إذا كان سالب فالعدد الثاني أصغر من العدد الأول. إذا نشوفو المشكلة اللي غادي نوقعو فيها هنايا، غادي نديرو 2 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 5، كيبقى هكا لا يقبل التبسيط وما عرفش انايا واش هذا موجب ولا سالب، وطبعا ممنوع عليا نلجأ لآلة حاسبة. إذا في هذه الحالة هذه أشنو غادي ندير باش نقدر نقارن هذين العددين؟ إذا ألجأ إلى مربعيهما، 2 جذر مربع 3 أس 2 كنحسبوها، وجذر مربع 5 أس 2 كنحسبوها. 2 جذر مربع 3 هي 2 جذر مربع 3 مضروبة في 2 جذر مربع 3، وجذر مربع 5 أس 2 هي جذر مربع 5 مضروبة في جذر مربع 5. 2 في 2 4، 4 في جذر مربع 3 جذر مربع 3 كتعطي 3، إذا 4 جوج في جوج في 3 هي 4 في 3 هي 12.
ثم جذر مربع 5 مع جذر مربع 5 هي في الجداء ديالها كتعطي 5. إذا كنلاحظوا أن 12 أكبر من 5، ويمكن الاستنتاج هنا أن 2 جذر مربع 3 أكبر من جذر مربع 5. لاحظتوا الآن هنايا باش كيفعلنا هذه القاعدة ديال الجذر المربع. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا.